السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعات قناة أم آدم سعيد. اليوم إن شاء الله جبت لكم كيكة رائعة بمنظر جميل بدون قالب إن شاء الله. هنايا غادي نحط لكم غادي نزينها بلا كريم شونتيي اللي كنت صايبتها بالحمص اللي حطيت لكم على القناة ديالي اللي كنت اللي نالت الإعجاب ديال الكثير من الأخوات. إن شاء الله كنتمنى أن هاد الكيكة تنال الإعجاب ديالكم. الصراحة جات فيها لا كريم شونتيي هائلة أحسن من لا كريم شونتيي اللي كنطربوا. الصراحة جات هذه روعه اروع. ان شاء الله كنتمنى ان وصلتنا الاعجاب ديالكم مره كما العاده باش نتعرفوا على المقادير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا هنايا 4 بيضات، غادي ان شاء الله نحتاجوا كذلك الطراب الكهربائي باش غادي نطربوا هذا البيض. هذا غادي نديروا اول شيء 4 ديال البيضات وغادي نديرو معاهم 1 الكاس ديال السكر الخشن او السكر السنيدة ونطربوا المكونات ديالنا مزيان حتى كيتضاعفوا الحجم ديالهم. ضروري ما خاصهم يكونوا حتى كيتضاعفوا الحجم باش كتجينا الكيك ديالنا خفيفة ما كتجيش قاسحة بزاف وخفيفة. انا غادي نديهم ان شاء الله يطربوا حتى كيتضاعف الحجم ديالهم ان شاء الله ونتلاقاو باش نكملوا باقي الطريقة. هنا من بعد ما طربتهم كما كتلاحظوا غادي نصبهم في واحد المول او اناء اللي غادي نكمل فيه التحضير. غادي نصب الخليط ديالي ان شاء الله باش غادي نضيف ليه باقي المكونات. انا كما كتشوفوا حتى نحسوا بالخليط ولا بهذا الشكل هذا لان في هذه الوصفه هذه ضروري الكيكه خاصها تجي خفيفه باش كتجي بحال جينواز كتجي زوينه بزاف. هنا غادي نحط المكونات ديالي كاملين. من بعد ان شاء الله غادي نضيف ليهم هنايا باقي المقادير. غادي نضيف 1 الكاس ديال الحليب. هذا الكاس كيهز ليا تقريبا 150 مليليتر اولا 150 غرام. غادي نضيف كما كتشوفوا كاس ديال الحليب. من بعد غادي نضيف 1 الساشي ديال الفاني حوالي 7 حتى 8 غرام ديال الفاني وغادي نخلط المكونات هكا بالطراب اليدوي فقط. يعني غادي نستغناو على الطراب الكهربائي غادي نخلط فقط بالطراب اليدوي. وهنايا غادي نضيف 200 غرام ديال الطحين اولا الفورص وغادي نضيف معاهم الكاكاو اولا بودره الكاكاو اللي كتكون مره بدون سكر دائما يعني نفس البودره اللي كنستعمل دائما نتفاداو انها تكون حلوه. من الاحسن باش ما تجيناش الكيك ديالنا حلوه بزاف لان مازال غادي نضيفو كذلك الكريمه. فتنديروا 3 الساشيات ما يعادل 20 غرام ديال الكاكاو. هنايا راه كنحط لكم حتى بالغرام بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو العبار بالغرام واللي ما عندهمش يعني العبار يمكن لهم يحطوا هكا 3 ديال الساشيات ديال الكاكاو. وتنخلطوهم بهذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا غادي نضيف 1 خميره ديال الحلوى اولا 1 بيكنج باودر ما يعادل 7.5 اولا حتى 8 غرام. نخلط المكونات ديالي مزيان ان شاء الله حتى كيشدوا ليا فراسهم. كما كتشوفوا هنا واخا تبان لكم الكيكه مطلوقه فبالعكس هكا كتجي زوينه وتتجي خفيفه ما تتجيش مدقصه من الداخل. كتجي خفيفه بزاف. نخلطوا المكونات ديالنا مزيان بهذا الشكل هذا حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون ممزوج ورطب بهذا الشكل. هنا اللي ما بغاتش تضيف الكاكاو يمكن ليها تزيد 21 غرام ديال الفورص فقط. عوض ما دير 200 غرام ديال الفورص دير 220 غرام وما تضيفش نهائيا الكاكاو. هنا غادي نصايب ناخذ المول ديالي وندهنو بشويه الزبده بلديه. ندهنو باي زبده عندكم ماشي مشكل. ندهنو باش غادي نحط الكيك ديالي باش ما تلصقش ليا ان شاء الله. غادي نخوي فيها الكيك وغادي ندخلها الفرن ساخن درجه الحراره ديالو 180 درجه لمده ما بين 15 حتى 20 دقيقه. كنشعل عليها غير من التحت نخليها كطيب على خاطرها ملي كتبان ليا قصاحت نطلعها شويه تحمر ليا من الفوق صافي وتنخرجها ونتلاقاو باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه ان شاء الله. والان غادي ندخلها كما قلت لكم الفران. غادي ندوز باش نصايب الكريمه. الكريمه اللي كما تعودتوني دائما كنحطها هنا. غادي ناخذ واحد نصف لتر ديال الحليب او ما يعادل ديال الحليب. غادي
الكاس اللي عبرتو به تبقاو تعبروا به ديما. غادي نستعمل كاس ديال الطحين وغادي نخلط المكونات مزيان. هنا غادي ناخذ واحد جوج المعالق ديال المايزينا اولا ديال النسا ما يعادل نصف كاس. هنا اللي بغات تعوض الدقيق بالنشا يمكن ليها تعوضو تكتفي فقط بكاس ديال النشا عوض ما دير كاس ديال الدقيق جوج معالق النشا. تكتفي فقط بكاس لان كنعرفو النشا يعني كتخطر لينا اكثر يعني من الدقيق. اللي ما بغاتش تستعمل الدقيق ما تستعملوش. غادي نضيف واحد البيضه باش كيعطي لنا واحد اللون اللي هو رائع للكريمه ديالنا شبيه باللون ديال لاكسون باتيسير. وغادي نخلط المكونات بالطراب اليدوي بهذا الشكل هذا ان شاء الله. كنحسو بهم يعني كيلانزاو لينا مزيان وتخلطو مزيان ونوضعوهم فوق البوطه. كما كتلاحظوا الان غادي نديرهم فوق البوطه ان شاء الله وتنبقى نخلط في المكونات ديالي مزيان. هنا غادي نوضعها فوق البوطه كما قلت لكم وغادي نخلط فيها ضروري يعني ما تتمشوش عليها تبقاو تخلطوا باش ما تلصقش لكم في الكاسرونه ديالكم. من الاحسن تستعملوا شي كاسرونه ما تكونش كتلصق بزاف. غادي نستمر ان شاء الله في التحريك ديالها حتى هي الكريمه في بعدها. هنايا ملي كنحط فيها داك الكاسر غادي نضيف ليها واحد كيس ديال الفاني ونبدا نخلط. ملي كتشد ليا كراها كنزولها من فوق البوطه هكا وكنضيف ليها واحد الملعقه ديال الزبده كنخلطها مزيان باش ما تفقد لنا داك الحبيبات اللي كيكونوا في الكريمه كتكون الكريمه ملساء ورائعه. غادي نخليوها ان شاء الله حتى تتبرد. هنايا من بعد ما خرجت الكيك ديالي كما كتلاحظوا كتجي بهذا الشكل هذا. هنا غادي ناخذ هذا المول هو اللي غادي نخدم به يعني كما قلت لكم راه بدون قالب غادي نخرج هذا الكيك. ناخذ اي مول اي يعني البلاصه عندنا كبيره في الدار ولا اي حاجه وغادي نغلفوها ان شاء الله بهذا الورق ديال البلاستيك الغذائي. تنغلفها مزيان بالبلاستيك الغذائي كما قلت لكم. نغلف هذا المول يعني من الجوانب كاملين ما نخليو حتى شي بلاصه اللي هي خاويه ونحاول نرخفو باش ما يجيناش من فوق الورق من فوق وبالتالي الكيك ما غاديش يعطينا واحد الشكل اللي هو مقوقع اولا يعني كيكون بحال حلزوني الشكل. غادي نكمل ان شاء الله هنايا وناخذ الكيك ديالي غادي نقسمها ان شاء الله على زوج. الكيك اللي خرجت من الفرن غادي نقسمها ان شاء الله على زوج باش غادي نخدم فيها في هذا المول هذا. والكيك هنا من بعد ما كنقسمها على زوج كما كتشوفوا غادي نفرقها وغادي كما كتلاحظوا راه كتجي هشيشه بحال لا جينواز. غادي نفرقها بهذا الشكل وغادي نحاول نقادها باش كيعطينا شكل مسطح ما يجيش جهه طالعه وجهه هابطه. ودوك البقايا اللي تنحيدوا فيها باش كتقاد لنا الكيك راه باقيين غادي نحتاجوهم مازال نقدروا نصوبوا بهم اي حاجه ونخليو كذلك واحد شويه باش غادي نزينوا الحلوه في الاخير عوض ما نزينوها بالشوكولاته. غادي نحاولوا نزينوها يعني بهذا الكيك ديالها ان شاء الله. من بعد ما قسمتها كناخذ المول ديالي وكنوضع فيه داك الوجه الاول ديال الكيك اللي هو تيكون الوجه ديالها الفوقاني هو باش هو اللي تنوضعوه هنايا اول شيء. تنحاولوا نقادوه البلاصه اللي متقوبه تنحاولوا نعمروها بهذا الشكل هذا. من بعد ان شاء الله غادي ناخذ الكريمه ديالي وغادي نصبها هنايا في هذا المول هذا اولا فوق الكيك غادي نصبها كامله وغادي نحاول نقادها باش كتقاد ليا الكريمه. هنا الكريمه انايا يعني كفاتني ديك فقط هذيك الكميه اللي كفاتني لدوبلات المقادير ديال الكيك يعني يمكن ليها الدوبل المقادير كذلك ديال الكريمه. الكريمه غادي نحاول نسرحها بهذا الشكل ونحاول انني نوصلها كذلك للجوانب ديال الكيك باش ملي كنحطوا عليها الوجه الاخر كيلصق لينا ما تيزولش نهائيا. تنستمر بهذه الطريقه كما كتلاحظوا الطريقه سهله جدا ما فيها حتى شي حاجه صعيبه.
هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، حتى الكريمه كيجي اللون ديالها هائل، اللون ديالها كيجي جميل بزاف. غادي الان ناخذ النصف الاخر ديال الكيك وغادي نوضعه فوق بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، وتنورك عليه شويه بيديه. هنايا من بعد غادي ناخذ واحد السكين باش غادي نحيد دوك الجوانب اللي خارجين ليا من المول كما كتلاحظوا، نحيدهم ونقاد مزيان الكيك ديالي باش كتجيني قدها قد داك الطرف اللي درت من الاسفل، كتجي دايره عليه. ملي تنحيد الجوانب كما قلت لكم ما غاديش يضيعوا، مازال غنستعملوهم. تنورك عليها بهذا الشكل هذا باش كتلصق. غادي نغطيها ببلاستيك غذائي ان شاء الله وتندخلها الكونجيلاتور ما بين تقريبا ربع حتى نص ساعه، كتشد ليا فراسها مزيان ساعه حتى ساعه، المهم نتوما خليوها شويه باش تشد لكم مزيان ان شاء الله، وتنخرجوها باش نكملوا الطريقه. هنايا بالنسبه لذوك البقايا كما قلت لكم غنحضر بهم واحد التيراميسو اللي هو سهل ويعني عادي. غادي نوضع ديك الكيك ديالي ديك الطروفه ونتابعو، خليه واحد شويه لان بغينا نزينو به الكيك. غادي نوضع الكيك ديالي بهذا الشكل وغادي نمسها بدون اي اضافات، وغادي ندير الكريمه اللي شاطليه كذلك بهذه الطريقه هذه، يعني اي حاجه ما تضيعش لينا كلشي نستغلوه. غادي نوضع الكريمه بهذا الشكل ان شاء الله هكا وتنقادوها. من بعد غادي نزينها ببودره ديال الكاكاو، غادي ندردر فوق منها بودره الكاكاو باش كتغطى ليا كامله. الا شات لكم الكيكه بزاف يمكن لكم تعملوا طبقات. هنا غادي نخليه باش غادي نزين به ان شاء الله الكيك ديالي. وهنا غادي ناخذ واحد ساشي ديال بودره الكاكاو او ملعقه بودره الكاكاو وصفايه، وغادي نزين او نغطي الوجه ديال الكريمه كلها بالكاكاو باش كيجينا داك المذاق الزوين، ما تجيش حلوه وفي نفس الوقت داك البودره ديال الكاكاو كتعطيها واحد المذاق جميل جدا كتواتى مع هذه الكريمه هذه. وندخلها للثلاجه ديالي باش كتبرد ليا ان شاء الله وبالصحه والراحه. الكيك من بعد ما شط فراسو كما كتشوفوا فانا خرجتو، غادي ناخذو وغادي نقلبو بهذا الشكل هذا فوق من اناء تقديم كما كتلاحظوا كيجي شاد فراسو. هنايا من بعد كتجي مرحله التزيين، وهي باش غادي ناخذ لا كريم شونتيي اللي حضرت بالحمص او كريمه الحمص وغادي نزين بها. اشاره فقط، كاين بعض الاخوات اللي قالوا لي انني هزيت الوصفه من عند اخت، ما عرفتش انا ما تنعرفش ديك الاخت. وزياده على هذا الشيء الوصفه قلت لكم فهي وصفه هنديه، يعني ما جيتش اختار راسي، الوصفة هندية معروفة عند الهنود هما قبل من اي واحد حطها في القناة وحتى في اليوتيوب. ما عرفتش ما يعني تقدر تكون ديك الاخت حطاتها وانا الثانية ما عرفتش، المهم ما متواجدش بزاف في القناة. وحنا يعني فقط للافادة ماشي باش غادي نتسلطوا على الوصفات. هنا من بعد ما قدينا لكريم شونتيي اللي كنت حضرت ان شاء الله بالحمص، فالصراحه كتجي لذيذه صدقوني، عوض ما ديروا لك كريم شونتيي اللي كتشرح حضروها فكتجي لذيذه لذيذه بزاف. من بعد غادي نزين بدوك القطع ديال الكيك اللي حضرت اللي خليتهم في الاخر. اللي بغات تزين بالشوكولاته محكوك تزين به، فقط اختاريت انني نضيع اختاريت انني نزين بهذا باش ما يضيعش لينا، وفي نفس الوقت يعني كيتكال وكيجي جميل. غادي نستمر هكا بنفس الطريقه حتى كنزين الكيك ديالي، كندخلها تشد ليا فراسها غير في الثلاجه عاديه، يعني حتى نبغي نقدمها ان شاء الله، وتنخرجها باش نوريكم الشكل النهائي ديال هذا الكيك هذا. والكيك من بعد ما خرجتها كما كتشوفوا من الثلاجه وشدات فراسها بزاف كتجي جميله بهذا الشكل هذا. تقدروا تزينوها باي حاجه بغيتوا، انا فقط حبيت انا نخليها هكا عاديه. غادي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الوسط، اهم حاجه تخليوها حتى تشد فراسها ما تزربوش عليها نهائيا. هنا ما بين كل تقطيعه وتقطيعه نمسحوا الموس ديالنا باش ما يعمرش لينا الكيك من الوسط، وبالتالي يكون عندها واحد الشكل اللي هو جميل. وغادي نقطع بنفس الطريقه من الجهه الاخرى فقط، يعني كما كتلاحظوا. والكيك ديالنا ها هي ان شاء الله من بعد ما كتقاد ومن بعد ما كتوجد ومن بعد ما كتبرد. كنتمنى ان الوصفه ديالي يبنى الاعجاب ديالكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش كما العاده ديروا جيم وتخليوا لي تعليق ولو بسيط على اسفل الفيديو. وان شاء الله كنقول لكم السلام عليكم، وبقى لي ان نقول لكم الى اللقاء، دمتم في رعايه الله والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.